نجح الأمر. يسعدني أنه لا يزال صامداً. تستمر ثروات هذا الوادي في الكشف عن نفسها كزهرة تتفتح. في كل عام ترتفع مبان جديدة من البرية. لقد أخرجنا أجيالا من الحرفيين وعلماء الفلك والفلاسفة ينافسون أي شيء في الغرب، ولكن كحال كل المدن العظمى تأتي الجريمة والعفن. رأى الكثيرون أن علينا إعدام هؤلاء المذنبين، لكن من دون معرفة القائد. يؤمن بأنه يمكن إنقاذ كل البشر، ولهذا نبقيهم أحياء ونعلمهم من خلال المشقة والقيم الإنسانية. لا أتفق مع رأي القائد بأنه يمكن إنقاذ. معرفة بيزنطية للتعدين والأعمال المعدنية.